اطلع الأستاذ علي الكثير القايم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية من مدير عام مديرية التواهي وجد شعبية على سير عمل السلطة المحلية بالمديرية وخلال اللقاء تعرف الكثير من الشعب على المشاريع التي تنفذ بالاشتراك مع القطاع الخاص لإبراز الوجه الجمالي للمديرية والجهود التي تبذل لتنظيم عملية تحصيل الإيرادات وتنظيم الأسواق بالإضافة إلى التحضيرات الجارية بالمديرية للاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر المجيد.